الآن سنذهب إلى رامز القاضي المتواجد في حاصبي. أهلا بك رامز. إذا غارات متواصلة على مناطق الجنوب، كذلك من الجانب الآخر حزب الله يتصدى لمحاولة توغل جديدة عند بوابة فاطمة، والتطور الجديد هو الدعوات من قبل جيش الاحتلال لسكان 25 قرية في مناطق جنوب لبنان بإخلاء هذه المناطق. أطلعنا على تفاصيل كل هذه التطورات رامز. نعم يحيى، صحيح. دعني أبدأ من الحدث الأهم اليوم للمرة الثالثة في غضون 24 ساعة. هناك كان محاولات إسرائيلية من قوات المشاة والنخبة للدخول البري، هذه المرة جاء تحديدا من بوابة فاطمي في كفركلة. هذه المحاولة وجهت من قبل عناصر حزب الله بكمين مسلح وبعبوات ناسفة، وأيضا بمواجهة مباشرة كما أعلن الحزب في بيانه الرسمي. إضافة إلى ذلك كان هناك أيضا محاولة أخرى في مارون الراس للتقدم البري، وكذلك أعلن حزب الله أنه تصدى لها، وأيضا أطلق صواريخ أرض جو باتجاه مروحية إسرائيلية كانت مساندة لهذه التقدم البري في تلك النقطة. في تلك النقطة أيضا أعلن الحزب عن استهدافه أفيفيم المواجهة أيضا لمارون الراس، ومنها أيضا استهدف شرق سعسع وغرب سعسع، وهي أيضا قريبة من تلك المنطقة بالصواريخ وأيضا بالقذائف. كذلك استهدف موقع الراهب بشكل مباشر بصاروخ بركان، ثم عاد واستهدفه في مرة ثانية، وأيضا استهدف المنطقة الفاصلة ما بين الراهب وشتولة. نتحدث عن تلك النقطة في القطاع الأوسط قبالة عيتا الشعب. كذلك في أقصى القطاع الغربي أعلن الحزب أنه استهدف تجمعات لجنود إسرائيليين في إدميتا، وأيضا بالعودة إلى تلك النقطة في كفركلة والعديسي أيضا جرى التداول بصورة لآلية إسرائيلية لملالة عسكرية إسرائيلية تركت وراء هذه القوة التي تقدمت، ويعتقد أنها مفخخة، لكن لم يجري التأكيد بعد من هذه أو تأكد بعد من هذه المعلومة. إضافة إلى ذلك نوع الحزب في استهدافاته اليوم، إضافة إلى التصدي لهذه المحاولات الإسرائيلية استكمل إطلاق الصواريخ باتجاه عمق الجليل باتجاه طبرية. أعلن أنه أطلق صليا من الصواريخ، وكذلك استهدف أيضا بصليات صواريخ مواقع أخرى. أما بالعودة إلى الغارات الإسرائيلية، صحيح يحيى كان هناك أيضا إضافة إلى هذا التصدي على الميدان، هناك بالنسبة إلى حزب الله كان استمرار للغارات الإسرائيلية لا سيما في كفر تبنيت في النبطية. أما الغارة الأعنف فكانت على بلدة أرنون وأدت إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين. استهدفت هذه المقاتلات الحربية هناك منزلا بشكل مباشر. وأما الاستهداف المباشر وللمرة الثانية في غضون 24 ساعة للجيش اللبناني تحديدا جاء من بلدة الطيبي في قضاء النبطية. جرى استهداف عناصر للجيش اللبناني برفقة عناصر للصليب الأحمر أثناء تأديتهم واجبهم هناك. وقال الجيش اللبناني في بيان رسمي أن هذا الاستهداف أدى إلى استشهاد جندي وإصابة آخر بجروحه. هذا نعم. ليس رامز عذرا.